جددت دعمها لإيجاد حل سلمي للأزمة في سوريا واستعدادها للمساهمة في ذلك في حال تمت دعوتها للمشاركة في المؤتمر الدولي حول سوريا. قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الهندية إن موقف بلاده كان واضحا منذ بداية الأزمة والمتمثل في رفض التدخل الخارجي ووقف العنف وتقرير الشعب السوري مصيره بنفسه. وأعرب المسؤول الهندي عن قلق بلاده العميق من نشاطات الإرهابيين في سوريا ومن الدعم التركي القطري السعودي لهم، فضلا عن تداعيات رفع الحظر عن بيع الأسلحة لهم، الأمر الذي سيترك آثارا خطيرة على مستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة.